الآن ينضم إلينا من العاصمة الجزائرية سفير فلسطين لدى الجزائر الدكتور فايز أبو عيطة. سعادة السفير أهلا بك على شاشة الحدث وفي الأخبار الليلة. التطورات السياسية بالتأكيد ومشروع القرار الأمريكي لافت ومهم سنناقشه بعد قليل، ولكن لنبدأ من التطورات الميدانية التي تفرض نفسها دائما طوال هذه الحرب منذ 7 أكتوبر أو في 16 يوم. الآن يتحدث الإسرائيليون عن استعدادات جديدة لبدء عملية برية، فيما الحديث الأمريكي على الأقل بحسب CNN بأن ثمة ضغط أمريكي على إسرائيل للتريث أو تأجيل العملية البرية إلى حين حسم ملف الأسرى، بحسب قراءتك أو معلوماتك متى ستعلن أو كيف ستعلن إسرائيل هذه العملية؟ هل هي مستعدة لإعلانها الآن بالفعل؟ يعني أولاً مساء الخير لك ولكل المشاهدين الكرام، ودعيني أيضاً أن ألقي بالتحية والتقدير والإجلال لشعبي الفلسطيني الصامد سيما في قطاع غزة وهو يواجه آلة الدمار الصهيونية. هذا الشعب الأعزل يواجه هذه الآلة المدمرة، هذه الآلة البربرية، المجزرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني غير مسبوقة. وهذه المجزرة يعني تدعني أو تعطيني فرصة للرد على سؤالك، أنه يعني لماذا تنتظر أو ماذا تنتظر إسرائيل حتى تدخل الحرب البرية؟ طبعا أنا لست محللا سياسيا ولن أكون في هذا الموقع، ولكن من المؤكد أن الجيش الإسرائيلي أو حكومة اليمين المتطرفة في إسرائيل التي يقودها هذا المجرم نتنياهو تريد أن تصفي حسابها مع الشعب الفلسطيني، حملة تطهير عرقي وإبادة جماعية وقصف متواصل على المدنيين العزل، وبالتالي هم يريدون أن يقتلوا ويبيدوا أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين، والمقصود هنا تحديدا الأطفال والنساء. هذا الجيش بين مزدوجين الذي لا يقهر يريد أن ينتصر على أشلاء الأطفال والنساء في كل ساعة، بل في كل دقيقة يتصاعد عدد أرقام الضحايا والشهداء من الأطفال إلى والنساء تقفز قفزات نوعية، وبالتالي واضح أن معركتهم مع الأطفال مع النساء مع كبار السن مع الشيوخ لتهجير وتطهير. هكذا تحقق إسرائيل معادلة الردع بحسب اعتقادك دكتور فايز؟ أنا أعتقد هذه المرة عن طريق الضغط على المدنيين، وصمة عار ستلاحق إسرائيل وكل يهود العالم الذين صدعوا رؤوس المجتمع الدولي بمظلمتهم التاريخية. هم يظلمون ويقسون ويقتلون ويحرقون أكثر بكثير مما تعرض له اليهود في أوروبا، أكثر بكثير، مجزرة على الهواء مباشرة عن صدق الإصرار والتخطيط والترصد، وكل الغرض منها أن هذا الفاشل الأضحوكة نتنياهو، وهو الذي وضع نفسه في هذا المكان يريد أن يرد الاعتبار لنفسه قبل أن يرد الاعتبار لجيش الاحتلال الصهيوني، وبالتالي هو ينتقم من هؤلاء. أعذرني على المقاطعة. وينتقم من هؤلاء الشيوخ. نعم. انتقلنا إلى نقطة مسألة المتعلقة بمعادلة الردع الإسرائيلية وغيرها. نعلم بأنك سعادة السفير لست هناك محلل سياسي، ولكن بالتأكيد تقرؤون جيدا أنتم المشهد، لديكم الكثير من المؤشرات التي على أساسها تتوقعون ما سيجري. الآن يضغط على الجانب المدني حينما يترك مدنيون لأسابيع دون ماء دون كهرباء تحت قصف مكثف، الآن هم في مرحلة تعب ضغط شديد إنهاك، لاحقا ربما قد يصلون إلى مرحلة ململة الغضب من الجانب، أقصد ربما تسعى إسرائيل لتجعل هناك حالة غضب فلسطيني من الجانب الفلسطيني. شوفي يا أختي الفاضلة، الشعب الفلسطيني شعب نبيل وشعب كريم وشعب وطني وشعب عزيز، وهو يعلم تمام العلم أن معركته مع هذا الاحتلال الغاشم الذي يتحمل المسؤولية وحده عن هذا التصعيد الخطير أو عن هذه المجازر التي ترتكب بحق الشعب
الفلسطيني، الشعب الفلسطيني الآن أنا أتفق معك أنه يعاني الأمرين ويحتمل ما لم يحتمله بشر، ويصبر على ما لا يحتمله الصبر نفسه، هو يصبر ويصابر ويكابر ويضمد جراحه وهو يرى هذا النزيف غير المسبوق. وأنا أتحدث لك، صحيح أنا موجود في الجزائر ولكن قلبي موجود هنالك في غزة مع الأطفال مع النساء، لأني اللي ما بعرفوش بعرف أبوه بعرف أخوه. نحن نتحدث عن ناس بنعرفهم جيد. سعادة السفير، ليس تشكيكا إطلاقا، ليس تشكيكا إطلاقا في 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 قوة الفلسطيني وأهالي غزة تحديدا، ولكن فقط سيناريو أو فرضية، الضغط المتصاعد من قبل الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في قطاع غزة سيتحول، يمكن أن يتحول لاحقا إلى غضب فلسطيني من الجانب الفلسطيني أيضا، ربما ضغط فلسطيني على حركة حماس أو على كل الأطراف الفلسطينية. شوفي أختي الفاضلة، من يتحمل هذا التصعيد وهذه المجازر هي إسرائيل نفسها، وغضب الشعب الفلسطيني سينفجر فقط في وجه إسرائيل، وإسرائيل ستتفاجأ بما لم تكن تحسب حسابه. وفي كل مرة تقول إسرائيل أنها تفاجأت. هذا الظلم التاريخي وهذه المجازر وهذه المعاناة وهذه المرارة التي تتحدثين عنها التي قد تفجر الشعب الفلسطيني، نعم سيتفجر في وجه الاحتلال الإسرائيلي، ولن يسامح ولن يغفر، والشعب الفلسطيني أمام صمت المجتمع الدولي وأمام تشجيع أطراف مهمة في المجتمع الدولي لهذا العدوان، سيحاسب إسرائيل على كل جريمة على كل مجزرة ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني. دعني أطرح، أنا هنا أحدثك، وأنا هنا أختي الفاضلة أحدثك كفلسطيني بالدرجة الأساسية قبل أن أكون دبلوماسي، وأعرف شعبي جيداً. لن تفلت إسرائيل ولن يفلت هؤلاء المجرمون من محاسبة الشعب، من محاسبة الشعب الفلسطيني. دكتور فايز، سيحاسبهم. وأنا أقول أضيف لك من الشعر بيت أيضا، حتى الولايات المتحدة الأمريكية هي مسؤولة أيضا عن هذه الجريمة، والشعب الفلسطيني لن يغفر لها مواصلة. دعني أشير إذن هنا إلى الموقف الأمريكي الأخير دكتور فايز. الولايات المتحدة الأمريكية على ما يبدو ستقدم هذا المشروع لمجلس الأمن الذي إلى غاية الآن التفاصيل المتوفرة حوله تقول إنه لن يدين الجانب الإسرائيلي، لن يتحدث عن هدنة، وإنما سيدين حماس. فشلت الكثير من المشاريع السابقة، أو فشلت أعضاء مجلس أنا أريد أن أسألك سؤال آخر، في ماذا نجحت الولايات المتحدة الأمريكية؟ أعطيني نموذج نجحت فيه الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الإدارة الفاشلة وهذه الإدارات المتعاقبة الفاشلة التي لا تستند إلا لمنطقة القوة فيما يخالف كل المبادئ، ولكن هناك مسار آخر، وهذا سؤالي، ولكن هناك مسار آخر ربما يكون عربي. دكتور فايز اعذرني، هناك مسار آخر، وهذا سؤالي الأخير باختصار شديد من فضلك. وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي يقولون في رسالة لمجلس الأمن بصراحة إنهم مستعدون للعمل مع المجلس، مع مجلس الأمن، لاعتماد قرار يضع حد لهذه الأزمة، ليضع حد بالتأكيد لهذا التصعيد ولهذه الحرب. الآن كيف يمكن أن تعمل الدول العربية في هذه المسارات الدولية على تمرير قرارات أو فرض قرار بوقف هذه الحرب؟ يعني أولاً أنا أريد أن أعود لما كنت أتحدث به بشأن الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية فاشلة وأفشلت معها كل مشاريع التسوية والسلام، لأنها تواطأت مع إسرائيل ولم تكن يوم من الأيام محايدة أو راعي نزيه لعملية التسوية، بل تواطأت وصمتت على رفض إسرائيل، وليس على رفض إسرائيل لكل مشاريع التسوية بما فيها المشاريع التي قدمها الفلسطينيون أو الذي قدمها الإخوة العرب. أما فيما يتعلق بشأن يعني مبادرة مجلس التعاون الخليجي، شوفي أختي العزيزة، إحنا نحترم ونقدر كل الأشقاء العرب ونقدر كل جهد يقوم به أشقائنا العرب من أجل وقف هذا النزيف المتواصل من دماء وأشلاء الأطفال والنساء والشيوخ في فلسطين. ونحن استمعنا إلى مواقف معظم هذه الدول
الذي أدان هذا العدوان البربري وعبر عن تعاطفه ودعمه ومساندته للشعب الفلسطيني ورفض هذا العدوان على المدنيين وعلى العزل وعلى الأطفال والشيوخ والنساء. نحن ننظر بإيجابية كبيرة لكل المواقف العربية التي استمعنا لها بالأمس في القمة التي عقدت في القاهرة. نتمنى على إخواننا العرب سواء على المستوى الرسمي أو على مستوى الشعوب المزيد المزيد من المواقف الضاغطة على الولايات المتحدة الأمريكية حتى تقوم بلجم هذا العدوان الآثم والظالم على شعبنا الفلسطيني الأعزل في قطاع. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من العاصمة الجزائرية سفير فلسطين لدى الجزائر دكتور فايز أبو عيطة. شكرا. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.